وزارة الصحة تسجل 322 إصابة بكورونا وتعلن شفاء 67 حالة في العراق. الملاكات الصحية جهود مضاعفة لمواجهة كورونا، وباحث عراقي يطور 3 لقاحات تجريبية ضد الفيروس. صالح والكاظمي يؤكدان أهمية انتهاج سياسة التوازن مع دول العالم ويشددان على آمال التشكيلة الوزارية. بعد تطبيق قرار أوبك بشأن خفض الانتاج النفطي، العراق الأكثر تضررا لاعتماد اقتصاده على الخام بشكل كلي. أهلا بكم في نشرة الأنباء. أهلا بكم سيدتي وسادتي. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن ميركل هنأت الكاظمي بتسنمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، مبينة أنها تقدر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل الجديد. كما تناول الحوار الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، إذ أبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلا عن المساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي، واصفة البرنامج الحكومي للكاظمي بالمتميز، ومواجهة الدعوة له لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة. في حصيلة هي الأعلى منذ انتشار وباء كورونا في العراق، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في عموم البلاد 322 إصابة، منها 67 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط. وزارة الصحة أكدت أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء وكركوك وواسط وبابل والديوانية وميسان وذقار والمثنى وصلاح الدين، مشيرة إلى تسجيل 67 حالة شفاء وأربع وفيات جميعها في بغداد. في ظل التزام المواطنين بحظر التجوال، تواصل الملاكات الصحية الليل بالنهار لمنع تفشي الوباء وحماية المواطنين من الإصابة عن طريق نشر الثقافة الصحية وتوعية الأفراد بأهمية الوقاية. خرجت أم لم تخرج الأوضاع عن السيطرة؟ وزارة الصحة تحذر من تفشي الوباء وتعول كثيرا على رجالات الدين وشيوخ العشائر في استخدام نفوذهم المجتمعي بأقصى درجات التأثير للالتزام بالإجراءات الوقائية. مسؤولية وزارة الصحة علاج وتشخيص المرضى، أما قطع سلسلة انتقال المرض هذا هم مجتمعي معني به المواطن. التزامات الشعب العراقي بما يخص حظر التجوال تنفيذا لتوجيهات المرجعية العليا الرشيدة، أصبحت اليوم المرجعية العليا الرشيدة وأطلقت فتوى أن هناك دية شرعية على كل من يتجول في الأماكن الأخرى وينقل المرض هذا يتحمل دية شرعية. التزام لم تشهده سابقا في الأماكن العامة والشوارع إلا ما ندر من المواطنين رغم إجراءات الحظر المشددة في وقت تغص مستشفيات البلاد بالمصابين. الملاكات الصحية تتقاسم المسؤولية في الكشف والعلاج، والجزء الأكبر من الوقاية يتحمله المواطنون. بالاستهانة بالمرض، احنا من نستهين بالمرض راح يتصاعد عندنا، واكو ناس يذبها يقول خليها على الله، هذا اصلا تصرف خاطئ ونعم بالله. ولكن حتى الأئمة المعصومين امير المؤمنين سلام الله عليه يقول تطببوا ثم ادعوا.
وبعيدا عن التشاؤم، ربما لم تزل الفرصة مؤاتية لمنع وقوع كارثة صحية إذا ما تصرف المواطنون بوعي تام وتحضر في التعامل مع الإجراءات الوقائية التي باتت المعيار الأهم لعبور الأزمة الوبائية. ومع تصاعد أعداد المصابين بجائحة كورونا ودور الملاكات الطبية والصحية في الكشف وعلاج المصابين، تعول وزارة الصحة على وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية لمنع وقوع الكارثة. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور جاسم العزاوي، المتحدث باسم نقابة الأطباء العراقيين. أهلا بك أستاذ جاسم معنا. أهلا وسهلا في هذه عزيز. النشرة دكتور، يعني بغداد هي الأكثر في أعداد الإصابات اليوم، والوضع يعني هو خارج السيطرة حسب يعني جميع الأخبار التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام. بغداد خرجت عن السيطرة كما قلنا اليوم. الإجراءات الوقائية هل هي كافية؟ هل هنالك إجراءات ستدخل من جديد لمحاولة السيطرة من جديد على المرض؟ شكرا عزيزتي، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. نقول إنه الأمور لم تخرج عن السيطرة. لا نزال نحن في السيطرة على هذا الوباء، بس نقول إنه المعركة لم تنتهي. والمعركة شديدة، وكل معركة بها كر وفر. الحالات المكتشفة هي حالات موجودة في المجتمع، ما كشفها هو زيادة عدد الفحوص التي قامت بها وزارة الصحة. كنا سابقا ننتظر المريض يأتي إلى المستشفى فنحتمل وجود هاي الإصابة وتجرى إلى فحوصات فيثبت وجود المرض. في الوقت الحاضر استراتيجية العمل اختلفت، قمنا احنا نخرج إلى الساحة ونذهب إلى المكان البعيد ونكتشف المجرم في مكانه، ما ننتظره إلى أن يرتكب الجريمة. هذا الموضوع موضوع إيجابي، وإيجابي كبير وليس سلبي. نحب أنه نقول الاستمرار بهاي الطريقة هو الشيء الصحيح لكشف المرض ومحاولة إجراء اللازم تجاه هذا الكشف. هاي النقطة إيجابية وليس سلبية. لم تخرج الأمور من السيطرة لحد الآن. والمستشفيات؟ المستشفيات بالفعل المشكلة مشكلة النظام الصحي العراقي، اللي هو أصلا كان ضايق في الحالات التقليدية اللي عندنا. فكيف هسه لما تجينا حالات كثيرة؟ احنا قسم من المرضى ذولا اللي هم موجودين كانوا في بيوتهم، بالوقت الحاضر اكتشفوا فاضطرينا إلى أنه ننقلهم إلى المستشفيات. وإلا هم أصلا موجودين في الشارع. وكانوا هم يخلقون مشاكل بعدوى الناس التعبانين وكبار السن، لذلك تكون الحالات صعبة وحتى علاجها صعبة. بالوقت الحاضر حتى نماشي هاي الحالة، احنا كل واحد يشخص، لأن 80% من المرضى المصابين هم ما عندهم علامات أو علاماتهم بسيطة. هسه قمنا نكتشفهم هاي العلامات، فأكو طريقتين إلى، أما نتركهم بعزل داخل المنزل، وهاي بالعراق قد تكون صعبة. يعني إحنا كل منزل وكل غرفة بها 4 إلى 5 نفرات، بس بالخارج ممكن أن تكون سهلة لأن كل واحد عنده شقة به، أو نحاول أن نجيبهم إلى المستشفيات. لذلك امتلأت المستشفيات من هاي الحالات البسيطة اللي ممكن معالجتها في المنزل. طيب الآن المواطنون يعني شاهدوا ارتفاع بأعداد الإصابات، هل ترجحون مستقبلا أن تزداد أم هنالك سيطرة انضباط للموضوع؟ لحد الآن ليس هنالك تصور كامل وشامل عن هذا العدو. العدو انتشاره سريع، يحتاج لوعي جماهيري ووعي كلش عالي، لأن إحنا الطريقة الوحيدة للقضاء على المرض هو منع انتشاره. وحتى نمنع انتشاره أمامنا شغلتين، أولا الحظر، والحظر مو طريقة الحظر اللي عندنا بالعراق، نمنع الشوارع العامة. طيب. ونترك المناطق ممتلئة بالناس. نتحدث عن الثقافة. حظر شامل، حظر يجب أن يكون بأصوله. طيب. المواطن يعرف معنى الحظر، الحظر واحدة لا ينفع، ويا شغلتين أخرى لازم تصير، الوعي العالي كيف تتحرك وتتصرف داخل البيت، وكيف تتحرك وتتصرف خارج المنزل، وكيف تعمل لتوجيه الناس الآخرين. إذن هي ثقافة ووعي المواطن. نعم. والنقطة الثانية أنه نضخ
أموال للمواطنين بحيث نسد معيشتهم اللي هم هسه منقطع بهم السبل ما يقدرون يشتغلون. فحتى نأمن هذا الحظر لابد من هاي النقطتين بالإضافة، وهاي شغلة استراتيجية عالمية ومعايير عملية، الزيادة بالفحوصات. كل ما نزداد بالفحوصات كل ما احنا نقدر نسيطر أكثر، لأن احنا راح نشخص لنفرض 200 80% من عندهم حالات بسيطة، دول يفيدوننا بشنو؟ طيب يفيدونا اولا نمنحهم تشخيصهم، نمنحهم من نقل المرض للاخرين بعد ما احنا انطينا علامه الاصابه. والشيء الثاني ذول الشباب ممكن مناعتهم تتقوى على المرض، وذول راح يصيرون حاجز بين المريض وبين الاخرين، ويسموها المناعه المجتمعيه، وهاي هي اللي احنا نتامل على المستقبل ان تفيدنا. طيب موضوع الاجراءات الوقائيه اليوم المتبعه، يعني منذ ان شهدنا كورونا على الوجود، اليوم هذه الاجراءات هل هي كافيه ام هنالك يعني المفروض تكون هنالك اجراءات اكثر للوقايه من هذا الفيروس؟ لا بالتاكيد هي مو كافيه، بالتأكيد إذا ستتطور يعني بمرور الوقت. وكنا لاحظنا دول العالم، في كل دول العالم هي مكافية. السبب شنو؟ لأن الهجوم مباغت، ما لحقنا أنه إحنا نكون تصور عنه. بدت هسه تتبلور بعض الصور، وبدت أنه الأفكار تزداد، وأكو بحوث مستمرة. إحنا نسمع نظريات وفرضيات وبحوث، تدري بالطب مو مثل الرياضيات والفيزياء. قد يكون بحث أو نظرية تحل مشكلة، بالطب أدلة وبراهين. لازم تكون عندنا بحوث من كل دول العالم، عدد كبير من البحوث تتطابق بالنتيجة ذاك الوقت يؤخذ بها، أو بحث واحد شامل وواسع جدا على كل دول العالم يجيب نتيجة، وهاي النتائج نعتمدها. لحد الآن الإجراءات هي دون المطلوب، بس على المستقبل لما تصير جائحة أخرى، لأن هاي أول جائحة تمر علينا بهالقرن اللي إحنا شفناه. صحيح. قد يكون إحنا بالعراق عندنا تجارب كبيرة، عندنا القضاء على الكوليرا، أنتوا حضرتكم كنتوا طيب. صغار وما مارين بها، بس مشكلة كبيرة كانت. طيب يعني اليوم هذه الإجراءات التي يعني خرجتم إلى وسائل الإعلام وبينتموها، من موضوعة الكفوف، من موضوعة الكمامات، من موضوعة غسل اليدين بالمعقمات، هل هذه الأمور تقول بأنها غير كافية؟ ما هي الأمور التي ستكون كافية للسيطرة على هذا الفيروس، وخاصة وأنتم يعني تبينون بأن هذا المرض يوما بعد يوم يحتاج إلى بحوث أخرى، وفي البدء كان فقط للكبار بالسن والأمراض المزمنة، اليوم حتى الأطفال وحتى حديثي الولادة يصيبهم هذا الأمر. نعم، وينقل من خلالهم، وهاي هي المشكلة الأكبر. المشكلة الأكبر أنه الإنسان اللي ما يحس بالأعراض أو ما تظهر عنده الأعراض، هذا يتحرك بالمجتمع بشكل طبيعي، إذن ينقل المرض إلى الناس الآخرين، وهاي مشكلة كبيرة. إحنا مو قلنا الكفوف ما تفيد، ولا قلنا الكمامة ما تفيد. لازم نتعلم السلوك المانع للمرض. أكو مناعة سلوكية. أني هسه قاعد هالبعد اللي بيناتنا هذا فشي حلو جميل، هذا ما ينقل المرض. أنا بالنسبة لي لما أعطس، لما كذا، أكو أشياء معينة أستخدمها، مو أنا ألبس مثلا الكمامة وأنا أسوق سيارة، هاي ما تنفع. بالعكس هاي تأثيرها سلبي على التنفس، لأن راح تعيد استنشاق ثاني أكسيد الكربون وتأثر على الجسم. فيراد لنا وعي أكثر ودراسات أكثر بهذا الموضوع حتى ننطي توجهات. بالوقت الحاضر حقيقة واليوم تقريبا شكلنا إحنا في نقابة الأطباء مجموعة بحثية من حدود الأطباء اللي هم مهتمين بالموضوع. طيب. راح نطرح ما هو موجود بما يخص الآراء اللي موجودة، وقد نطلع بنتيجة بما يخص العراق. طيب دكتور، يعني الدولة ماخذة كل الإجراءات والوقاية، بل على العكس يعني هنالك حتى توعية وثقافة عالية من قبل ما نشوفه إحنا وما نطرح إحنا عبر قناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي كله، من أمور توعوية بالإمكان أن المواطن أن يتبعها. للأسف نشوف بعض الأشخاص أنه إلى الآن قد يكون ما مصدق مسألة وجود هذا الفيروس بالعراق. شكرا. شلون نتعامل وياه وشلون نوجهه؟ شكرا للعراقي وشكرا لكل القنوات. شكرا. احنا مجموعة كبيرة من الأطباء المهتمين بالإعلام مع كل الفضائيات والعراقية في مقدمتها، سوينا مجموعة إعلامية ضخينا كل المعلومة، وده نتعاون بيناتنا، وهاي حتى مجيئي هو من خلال هاي الاتصال. نعم. قد ما نضخ من إعلام بالوقت الحاضر، لا شيء أمام التخلف المجتمعي اللي هو عمره آلاف السنين. الثقافة ثقافة مجتمعية رصينة وصلدة
ترفض بعض الأمور وما تتقبلها. لذلك إحنا كل ما نضخ إعلام نحاول قدر الإمكان أن نهدم من هذا التخلف، وإحنا عاملين فعل جيد وهذا فعل إنا والله، بس علينا أن نستمر. بس هل إنه نتائج راح تكون سريعة أو هالسهل لحظة؟ لا، تبنى الثقافة الجديدة، تبنى يوميا، وعلينا أن نستمر بهاي العملية، وعلينا أن نستمر بالتعاون بهذا المجال، ونحاول قدر الإمكان أن نضخ المعلومة. كل ما تكون المعلومة شفافة كل ما أحسن. الناس اللي هم ما يقتنعون بهذا الجائحة بهذا الفيروس يقول لك هاي مؤامرة، يقول لك ما أدري شنو، خلي يجون، خلي نجيبهم، وهاي رادنا هسه المرحلة القادمة بالإعلام، نجيبهم نمررهم على المرضى اللي هم قاعدين بالإنعاش وبالرتات. إنسان مخنوق عايش، يعني أنت احتياديا إنسان من تخنقة ينتظر يموت، صح، ويقول لك موتني أحسن. زين، كيف إذا هو مخنوق وعايش؟ فخلي يجون يشوفوه بعيونهم حتى لا يظلون أنه هم يتبطرون على الصحة اللي موجودة ويستهينون بالإجراءات والكلام العالمي. فيرادلنا تطور أكثر بالتثقيف، ونتعالى شوية عن قضية الكلمات وطرح الكلمات. يرادلنا إجراءات أخرى بها فن، بها علم، بها فائدة. طيب، نحاكي بها النفس ونحاكي بها الدماغ. طيب، موضوع بلازما الدم للمتعافين. نعم. هذا الموضوع ما سر نجاحه بالضبط؟ نعم، الفكرة العامة، كل شيء بالدنيا يبدأ بفرضية وفكرة. الفكرة العامة، الإنسان ليش طاب؟ هي عبارة عن معركة داخل الجسد بين الفيروس وبين المناعة. فلما تنتصر المناعة على الفيروس قضت عليه، بما معناها هذا الإنسان اللي انتصر على الفيروس عنده مناعة. شن هي المناعة اللي موجودة بالجسم؟ هي شغلتين، خلايا وأجسام مضادة للجرثومة. فإحنا صارت الفكرة أنه ليش ما نحاول، طالما هاي الأجسام المضادة والخلايا موجودة في دمه، ليش ما نحاول أن نستفيد منها وننقلها إلى مريض آخر قد تساعده. جربت ولأول مرة في البصرة. وطبعا الخير كله يجي من البصرة، واليوم والخير بعدين مثل ما النفط يجي من عندهم، الخير هم إجى للبصرة. استعملوا 17 حالة وحصلوا بها شفاء ونتائج. مستوى نجاح اليوم ماكو شيء نتائج 100%. هاي القاعدة عامة، ماكو شيء 100%، لأن الفيروس ما إلى لا علاج ولا إلى لقاح لحد الآن. فنجحت بشكل جزئي ونشرت الورقة البحثية، واليوم في بغداد بدينا هالأسبوع تقريبا، طبقت في مستشفى اليرموك وفي بعض المناطق، وهسه هم صار فريق بحثي. طيب، وفريق علاجي لنجاح هاي القضية. الفكرة جيدة، العراق البلد الوحيد استخدمها. طيب، المتحدث باسم نقابة الأطباء العراقيين دكتور جاسم العزاوي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا. أكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي استمرار تشديد الإجراءات للحد من فيروس كورونا، مبينا في تصريح للعراقية الإخبارية الإبقاء على استثناء الكوادر الصحية والملاكات الصحية من إجراءات الحظر. كانت هناك أوامر مشددة على زيادة القيود المفروضة على حظر التجوال اليومين الأخيرة، يعني خلال عيد الفطر المبارك كانت هناك استجابة يعني عالية من قبل المواطنين، والاستثناءات مستمرة يعني بالكوادر الطبية والكوادر الإعلامية والكوادر اللي تمت الإشارة إليها بالأمر الديواني رقم 55 مستمرة، ونعول كثيرا على المواطن الكريم على الالتزام. وهناك استجابة عالية من قبل المواطنين، والأجهزة الأمنية قائمة بواجبها، وهناك تعاون أيضا بين الأجهزة الأمنية والسادة القضاة في اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد المخالفين، وبدت الآن تعطي ثمارها بالواقع. الشارع إذا تلاحظ الآن يخلو من المارة باستثناء الأشخاص اللي هم لديهم استثناءات بالحركة. على خلفية تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في بابل،
عمدت الملاكات الطبية لتكثيف إجراءات الوقاية، فيما عزى مسؤولون في المحافظة تصاعد الإصابات لوفود مصابين من العاصمة بعيدا عن الرقابة وإصابة ملامسين لهم داخل المحافظة. بعد أن شهدت محافظة بابل ارتفاعا ملحوظا وسريعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، أكد مدير عام صحة بابل على أن أغلب الإصابات المسجلة هي قادمة من بغداد وحالات الملامسين لهم، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية للحد من انتشار المرض. أغلب الإصابات اللي سجلت في محافظة بابل هي قادمة من محافظة بغداد، أغلب الحالات، والحالات اللي سجلت الأخرى هي لملامسين للحالات المصابة. نهيب بالإخواني من أبناء محافظة بابل وعموم البلد بالالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية الوقائية اللي أكدنا عليها من بداية الأزمة، الالتزام بالحظر الشامل، الخروج من المنازل من قبل المواطنين والاختلاط مع التجمعات وعدم ارتداء الكفوف والكمامات هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة تسجيل الإصابات. بعد كثرة الإصابة بالفيروس وبالأخص في محافظة بابل، هناك دعوة موجهة إلى كل المواطنين الالتزام الحظر وعدم التجوال والارتداء الكمامات والكفوف تجنبا للفيروس. اقول لك لا تطلع بالبيت لان ما يصير، الوضع الراهن ما يسمح، اذا تريد تطلع البس كفوف وكمامات. ليش انت ما ملتزم؟ انا ما ملتزم. لا سبب. اذا سبب منين؟ من المواطن؟ لا سبب المواطن، الدوله ما لها علاقه، بالعكس الدوله تحفز وتحاول انه تحث المواطنين على هذا الشيء، بس يعني كثير ما تنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي انه ماكو فيروس، اكبر خطا هذا الشيء. دعوات أطلقها المواطنون إلى المواطنين في المحافظة بضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكفوف والكمامات لمنع انتشار الفيروس. من بابل، علاء جراح، العراقية الإخبارية. اتخذت خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف عددا من القرارات بهدف تعزيز ما تحقق من إنجاز صحي في السيطرة على الفيروس، وتم خلال اجتماع للخلية اتخاذ جملة قرارات، منها يكون حظر التجوال الجزئي للمحافظة يبدأ من الساعة 10 مساء ولغاية 6 صباحا، وغلق المحافظة بالكامل باستثناء الحالات المخولة فقط من خلية الأزمة، والإبقاء على إغلاق المطاعم، والإبقاء أيضا على البيع السفر الدليفري، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة الصحية وإعادة افتتاح المساجد لأداء فريضة الصلاة في الأحياء السكنية وفق المسافة الصحية المحددة. الآن تنضم معنا مباشرة سيدتي وسادتي شبكة مراسلينا، معنا من السليمانية سيف حقي، من كربلاء حسين محمد، وأيضا علاء الجراح من بابل. أبدأ معك حسين محمد من كربلاء، حدثنا عن آخر الإجراءات المتخذة في المحافظة، تفضل. مساء الخير بهاء. يعني حقيقة مدينة كربلاء المقدسة سجلت هذا اليوم 22 إصابة بفيروس كورونا، وهي يعني النسبة الأكبر التي سجلت منذ بداية أزمة كورونا وحتى هذا اليوم، ليرتفع عدد الحالات التراكمية في مدينة كربلاء المقدسة إلى 185 إصابة بالمرض منذ بداية الأزمة. هناك 57 منهم راقدين في مدينة الإمام الحسين الطبية. طبعا دار صحة كربلاء هذا اليوم وبعد تسجيل هذا العدد الكبير من الاصابات دقت ناقوس الخطر، باعتبار انه الردهه الحميات الثانيه قد امتلأت، وهي تفكر بشكل جدي في افتتاح المستشفيات الميدانيه التي تم انجازها في الفتره الماضيه كمشفى الشهيد ابو مهدي المهندس. اذ اكد مدير مدينه الامام حسين الطبي ان دار صحه كربلاء قامت بتدريب كوادر طبيه وايضا تهيئه العلاجات اللازمه لافتتاح هذا المشفى، تخوفا من زياده حالات الاصابه بعد امتلاء
ابتلاء ردهة الحميات الثانية بالمصابين، وهذا يعني مؤشر خطير لارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا. أيضا دار صحة كربلاء ناشدت المواطنين باتباع طرق الوقاية التي أعلنتها خلية الأزمة سابقا، لأن الإصابات يعني بدأت تثير القلق هنا في المدينة المقدسة. أيضا قيادة عمليات كربلاء قامت بفرض حظر شامل للتجوال يبدأ من السابعة مساء، وأيضا هناك يعني نزول إلى الشوارع من قبل الأجهزة الأمنية وإبلاغ أصحاب المحلات يعني سواء المواد الغذائية وأيضا الملابس والمولات لإغلاق محلاتهم ليلا لتلافي التجمعات البشرية التي تكون عرضة لانتشار الإصابة بفيروس كورونا. أيضا يعني دار صحة كربلاء يعني هذا اليوم أكدت أنه يعني هناك يعني من ضمن المصابين هناك عدد من الأطفال يعني أصيبوا بفيروس كورونا، وهذا أيضا مؤشر خطير بالنسبة للإصابة بالمرض. تراوحت أعمار المصابين الذين سجلوا هذا اليوم ما بين 4 سنوات لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وحتى 60 عاما. نعم حسين. الآن أنتقل إلى علاء الجراح في بابل. علاء، حدثنا عن إجراءات خلية الأزمة، مدى التزام المواطنين في المحافظة بإجراءات السلامة الوقائية. نعم بها، تحية لك. حقيقة يعني الموقف التراكمي قبل الإجراءات هو في تزايد وفي تنامي في محافظة بابل. يعني الآن الموقف التراكمي بالرقم هو 69 حالة، يعني 41 حالة منها شفيت، والآن 23 حالة هي راقدة في المستشفى، وخمس حالات هي الوفاة. حقيقة يعني إجراءات خلية الأزمة، طبعا تعفير المناطق التي تظهر فيها إصابات، وهنالك طبعا جداول لهذه المناطق يعني باستمرار دائمي تعفر هذه المناطق، وهنالك طبعا فرق طبية وصحية من دار صحة بابل وخلية الأزمة تصل إلى هذه المناطق باستمرار ودوريا لأخذ مساحات لمنع انتشار هذا الفيروس داخل هذه المناطق. حقيقة وإجراءات الأمنية من قبل قيادة شرطة بابل هو زيادة عدد السيطرات الداخلية والخارجية، وهنالك اليوم تقريبا شبه يعني قطع لطريق حلة بغداد تحديدا، ولربما ستقطع الطرق الخارجية مع المحافظات إلا للخاصة للمواد الغذائية أو للمواد الصحية لمنع وصول الوافدين من المحافظات خارج المحافظة، يعني من بغداد أو من غير المحافظات الجنوبية لربما، كون أن هذه الحالة يعني امرأة من بغداد وصلت إلى بابل وقامت بنشر الفيروس. حقيقة يعني نعول كثيرا عن يعني وعي المواطن وثقافة المواطن بالالتزام بحظر التجوال. لا نرى أي التزام من قبل المواطن البابلي بحظر التجوال، وهذا ما سيتسبب في انتشار الفيروس لربما في الفترة القادمة. وهنالك حذر شديد وتحذيرات من قبل خلية الأزمة وكذلك من قبل دائرة الصحة بعدم الخروج من المنازل لانتشار الفيروس، لربما هنالك تنامي كبير جدا وتصاعد حركة وتيرية تتصاعد يوم بعد يوم. يعني الآن 23 حالة أنا ذكرتها الآن في المستشفى، لكن قبل ساعة وصل لي خبر أنه أصبحت 24، لكن لم نتأكد من هذا الإصابة الجديدة قبل قليل، قبل أقل من ساعة. إذن هنالك تنامي في الحالات، حالات الإصابة واكتشاف حالات جديدة. لذلك يعني ننصح المواطن ويعني نناشد المواطن البابلي، وهو المواطن أصلا يناشد مواطن بابل، يعني نناشد المواطنين في بابل بالالتزام بحظر التجوال لمنع انتشار الفيروس حفاظا عليه وعلى عائلته وعلى المجتمع البابلي. طيب الآن ننتقل إلى السليمانية مباشرة. سيف حقي، يعني حدثنا أكثر عن الأوضاع الآن في مدينة السليمانية، أيضا إذا ما أردنا أن نسلط الضوء أكثر عن قضية التزام المواطنين، هل هنالك أيضا نسبة للأعداد أو الحصيلة النهائية التي لديك؟ تفضل سيف. نعم زميلي، يعني يوم أمس سجلت دائرة صحة السليمانية 16 حالة جديدة في المحافظة، واليوم سجلت 12 حالة في محافظة أربيل. العدد التراكمي في عموم إقليم كردستان وصل إلى 544 حالة، وسجلت أيضا قبل ساعات من الآن حالتي شفاء، ليقابلها عدد حالات الشفاء 409 حالة. بالحديث عن محافظة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها، الآن في السليمانية
هناك 69 حالة فقط هي داخل المستشفيات وتتلقى الرعاية الصحية، وجميع هذه الحالات الحمد لله تتمتع بصحة جيدة. بالنسبة لالتزام المواطنين، كان هناك يعني من خلال اجتماعات خلية الأزمة قرارين مهمين في محافظة السليمانية وعموم محافظات الإقليم. الأول يتعلق بغرامة مالية مقدارها 2 مليون دينار لكل من يقيم مجلس عزاء، هذا جانب. الجانب الآخر، فرضت غرامة مقدارها 50,000 دينار لسيارات الأجرة وكذلك السيارات التي تعمل في يعني التاكسي بصورة عامة، 50,000 دينار غرامة لكل من لم يرتدي الكمامات والقفازات. هذه أبرز القرارات المهمة. بعد يعني حظر التجوال الشامل والكامل في أيام عيد الفطر المبارك، عادت الحياة تدريجيا إلى محافظة السليمانية من خلال فتح الأسواق والمولات التجارية وكذلك فتح يعني بعض الأماكن، لكن هذه القرارات وخلية الأزمة تجتمع يوميا للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. بصراحة يعني هذه الموجة التي عادت إلى محافظة السليمانية دعت الجهات المعنية إلى أخذ الحيطة والحذر وتقديم إرشادات صحية جديدة وضرورة الالتزام بها. اليوم نلاحظ من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي لربما الكثير يقول أنها لا إصابات، الكلام هذا غير صحيح، لكن الكلام هنا يجب أن يعني كانت هناك دعوات من قبل الإدارة المحلية في المحافظة إلى ضرورة يعني الالتزام وعدم الاستهانة بهذا الفيروس كونه خطر جدا، ولل يعني ليكون هذه المرحلة الأخيرة إن شاء الله لإنهائه. هذا جانب يعني مهم. والجانب الآخر، هناك قرارات لوزارة الداخلية في حكومة الإقليم بالاستمرار بفرض حظر التجوال بين محافظات الإقليم وكذلك المحافظات المجاورة للإقليم إلى 15 من حزيران الجاري. لربما هناك بعض الزيارات التي يعني أو الأشخاص الذين يأتون إلى السليمانية وإلى محافظات الإقليم، هناك مفارس طبية نصبت في يعني السيطرات لأخذ يعني لفحصهم، ولربما هناك بعض الإجراءات قد يعني تكون لحجر لمدة 14 يوم. هذا أبرز ما جاء من خلال يعني هذا اليومين لخلية الأزمة هنا في السليمانية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. إذن شبكة مراسلين، شكرا جزيلا لكم. كنتم معي من السليمانية سيف حقي، ومن كربلاء حسين محمد، ومن بابل علاء الجراح. شكرا جزيلا لكم. بين كمامات ومواد تعقيم وملابس وقاية، تعددت مظاهر الدعم اللوجستي التي أمنها العراق في حركة استنفار لتجنيد كل الطاقات لحماية المواطنين والملاكات الصحية العاملة. نحو 10% من العراقيين هم يرتدون الكمامات والقفازات، وهذه النسبة تساوي بلغة الأرقام 3,500,000 من أصل 35 مليون. أكثر من 200 مليون دولار أنفقت على شراء الكمامات منذ انتشار كورونا فيروس، و200 أخرى على القفازات. وإذا ما افترضنا أن سعر الكمامة والقفاز يساوي دولارا واحدا، فسوف تتضاعف هذه الأموال إلى 10 أمثالها إذا ما التزم جميع العراقيين بارتدائهما. فالقناعات والآراء تختلف وتتباين بين منطقة وأخرى رغم تعدد ألوانها وأشكالها ودخول بعض اللمسات التي تحاكي الموضة كجزء من التحفيز للالتزام بها. فما تزال نسبة الملتزمين ضئيلة جدا مقارنة باليابانيين على سبيل المثال، الذين لم يخلعوا الكمامات والقفازات نهائيا منذ انتشار الوباء، ومثلهم مواطنو الصين والكوريتين المواظبين على ارتدائهما حتى قبل انتشار كورونا فيروس، ومسعى منهم لمنع انتشار أي عدوى أو فيروس محتمل. بعد شهرين من العمل، باحث عراقي تمكن مع فريق طبي أسترالي من تطوير 3 لقاحات تجريبية للقضاء على وباء كورونا. توصل فريق من الباحثين في جامعة موناش، بينهم الباحث الأسترالي العراقي الشاب الدكتور حارث الواسطي، إلى 3 لقاحات تجريبية ضد فيروس كورونا. تم تجريب تلك اللقاحات على الفئران مطلع هذا الأسبوع. طورنا لقاح للكورونا فيروس اللي هو حاليا بانديميك بالورلد. هذا اللقاح لحد هسه تجريبي. احنا توصلنا لهذا اللقاح لعلمنا بالفيروس نفسه، بس لانه عندنا تكنولوجي اللي تساعدنا في تطوير اللقاح بكلش بسرعه عاليه. وهذا اللقاح
لحد الآن بعد التطوير، بعد ما طورناه لمدة شهرين، احنا هسه اخذناه الى البريكلينيكال موديل، فاحنا نجربه في الحيوانات. واليوم ايضا تم الاعلان عن بدء اولى التجارب البشرية على لقاح كورونا في استراليا في مستشفى ألفريد بملبورن. ومن جهتها اعلنت جامعة ولاية كويزلاند عن انها اصبحت على بعد اسابيع فقط من اجراء التجارب البشرية على لقاح محتمل واعد ايضا. نسبة كبيرة من الأطباء والباحثين في هذا الوقت تتسارع جهودهم لإيجاد لقاح فعال باستخدام المختبرات الطبية الأسترالية المتطورة مع وجود الإمكانيات العالية. وقد استخدم العلماء في جامعة موناش تقنية RNA لحث الجسم على إنتاج بروتين يميز فيروس كورونا، مما أثار استجابة مناعية، ويأملون بأن يؤدي ذلك إلى إنتاج أجسام مضادة للفيروس. هذه البحوث تشبه البحوث التي قامت بها شركة موديرنا الأمريكية. لقناة العراقية الإخبارية هدي الصباح، أستراليا. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن صالح التقى بالكاظمي لبحث مجمل الأوضاع في البلاد. أتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود. كما تم التأكيد على تكاتف بين الجميع للقضاء على بؤر عصابات داعش الإرهابية، المحافظة على الإنجازات المتحققة وإدامة زخم النصر بما يوفر الأمن والاستقرار للعراقيين. تشكيل مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك أثار حفيظة بعض المكونات داخل المحافظة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية في المستقبل. العرب والتركمان اعتبروا أن توزيع المناصب الحساسة إلى مكون واحد يثير الريبة لدى المكونات الأخرى. ما أن أعلن عن التشكيلة الجديدة لمكتب كركوك لمفوضية الانتخابات حتى ظهرت الخلافات السياسية إلى الواجهة مرة أخرى. العرب رفضوا التشكيلة الحالية ووصفوها في موقف رسمي لهم بأنها مجحفة. إقصاء وتهميش أبناء المكون العربي من المناصب، ولم يسند لهم إلا منصب واحد من مجموع 15 منصب. إسناد مناصب حساسة في مكتب كركوك لموظفين كانوا متهمين بالتلاعب بالأصوات في قضية برمجة الأزديرامات المعروفة. إصرار مجلس المفوضين على إسناد منصب مدير مكتب كركوك لموظفين من قومية واحدة طيلة 15 سنة. الكرد رحبوا بقرار مجلس المفوضين للتشكيلة الجديدة، وقالوا بأن اتهامات العرب والتركمان لهم ليست بالجديدة، داعين لاحترام القرارات وفق القانون. للأسف يعني رأينا هناك بيانات من قبل ممثلي العرب والتركمان ضد المفوضية العليا للانتخابات وضد الحكومة حقيقة. نحن نرى بأنه هذا الأمر كان متروك للحكومة العراقية وللمفوضية، والمفوضية ردت على هذه البيانات، قالت بأنه تم تعيين مدراء المكاتب على أساس الكفاءات. التركمان تحدثوا بالنسب المئوية وشددوا على أن حصة المكون الكردي أكبر من حصص الجميع، واستغربوا من إناطة المراكز الحساسة لمكون واحد دون غيرها وأبرزها مدير المكتب. رغم مناشداتنا وتحذيراتنا وتحذيرات الدولية حول خصوصية كركوك وتشكيلة المفوضية، إلا أن مجلس المفوضين بخطوته الأولى أخفقت إخفاق كبير في إدارة الملف في محافظة كركوك. ملف قديم يتجدد خلافه السياسي بين المكونات، هذه المرة على تشكيلة مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات ونسب القوميات فيه، ولا وجود لمؤشرات التفاهم أو التنازل فيما بينها حتى الآن. رودي نور العراقية الإخبارية، كركوك.
المزيد من التفاصيل ينضم معنا المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي. أهلا بك أستاذ حاتم معنا في هذه النشرة. في البدء هنالك مناصب وصفت بأنها حساسة والتي تم إعطاها لشخصيات كردية، هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذه المناصب والتي سميت بالمناصب الحساسة؟ تحية لك سيدتي العزيزة ولمشاهدي قناة العراقية الكرام. شكرا لك. أتصور يعني واضح للجميع الإجحاف الذي حصل بحق المكون العربي. نحن ننظر إلى هذه المؤسسة الديمقراطية أنها هي مؤسسة مصيرية بالنسبة لنا، يعني لحق بنا الكثير أثناء الانتخابات السابقة والتي قبلها من سوء إدارة العملية الانتخابية وخاصة في مكتب كركوك، وبسبب الكوادر المسيسة التي كانت، والجميع يشهد أن بداية عملية التلاعب بالأصوات هي بدأت من كركوك وحصلت ردة فعل قوية جدا من الجمهور في كركوك سواء العربي والتركماني الذي تضرر بصورة مباشرة من هذا الموضوع. المناصب الجديدة أو التقسيم الجديد للإدارة ومناصبها داخل مكتب كركوك حصل فيه إجحاف كبير. هنالك 15 منصبا تقريبا هي الرئيسية بين مدير المكتب ونوابه ومدراء الشعب المهمة التي تتحكم في العملية الانتخابية وبها تماس مباشر بالعملية الانتخابية. هذه المناصب المفروض أنها تقسم بين المكونات. طيب. يعني هذا ما جرى عليه في كركوك منذ 2003 ولحد الآن، أن نسبة 32% هي النسبة المقبولة لتقاسم السلطة وللتوازن بين المكونات لتدارك أي ردود أفعال من المكونات، لأن كل مكون يدعي بأنه هو الأكثرية في المحافظة، لذلك نسبة المثالثة هي الأفضل. لكن تفاجأنا بهذا الموضوع، وإن كان رد المفوضية أو مجلس المفوضين أنه اعتمد معيار المهنية والكفاءة والنزاهة نحن نشد على يديه، لكن أيضا شخصنا أن هنالك موظفين كانوا متهمين بصورة مباشرة في انتخابات 2018 بالتلاعب بالأصوات. طيب. وهنالك موظفين لديهم نقاط في التقييم أكثر من غيرهم، وأيضا لم يحصلوا على هذه المراكز أو المناصب في المفوضية. إذن هنالك نرى أن هنالك ضغوط أو هنالك نوايا غير جيدة، وممكن أن تكون من أطراف أخرى خارج المجلس، لكن الذي على يقين نحن أن هذه أخطاء ننبه مجلس المفوضين لتداركها قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه. الكل يعلم أن المكونات في كركوك في بين الحين والآخر تبدي ردود أفعال حول ما يجري في المحافظة من أمور سياسية، والوضع لا يتحمل طيب مثل يعني هذه ردود الأفعال في هذا الوقت. أستاذ حاتم، يعني تداركا كما ذكرت للأخطاء السلبية ربما تحدث من هنا وهناك، هنالك آليات تعتمد في توزيع المهام في مكتب المفوضية، ما هذه الآليات بالضبط؟ لم أفهم السؤال جيدا. يعني تداركا لأي ردود فعل سلبية أو ربما هنالك أمور أخرى تظهر بين الفينة والأخرى، هنالك آلية تعتمد في يعني لتوزيع المهام في مكتب المفوضية، ما هذه الآلية بالضبط؟ أنا لم أفهم السؤال، يعني الصوت يصلني بصورة غير جيدة. لكن طيب. حدثك عن آلية توزيع المهام في مكتب المفوضية. الخلل الفني سيدتي العزيزة، الصوت غير واضح عندي، لم أفهم ماذا تقولين، لكن بصورة عامة طيب. أود أن أتحدث عن هذا الموضوع بصورة أكثر وأقول إن هذه الأخطاء وهذه التي وقع بها مجلس المفوضين، نحن نعلم إن هذه النسبة التي يجب أن يحافظ عليها الكل، هنالك نصوص في الدستور تحث على إشراك جميع المكونات، وهنالك أمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إحداث توازن بين المكونات في المحافظة في كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات، وأيضا الكفاءات العربية مشهود لها ولديها خبرة كبيرة في هذا الموضوع ولدينا، لكن نرى أن هنالك سياسة أو ضغوط مورست على مجلس المفوضين لإبعاد أبناء المكون العربي، وممكن أن يكون هنالك الإجراءات التي اتبعتها طيب. اتبعها مجلس المفوضين لإسناد المناصب قد تكون غير مناسبة في محافظة كركوك، ويجب على القائمين على الأمر إشراك الجميع لكي يمنحوا الفرصة للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية وللمحافظة على حقوق المكون العربي طيب. أستاذ حاتم. في الانتخابات القادمة. أستاذ حاتم إذا كنت تسمعني،
نعم أسمعك سيدتي، لكن طيب. هنالك مشكلة في الصوت. الصوت طيب يعني هذه المشكلة التي تحدثنا بها، يعني هل تم فتح اليوم قنوات مع بغداد لحلحلة الأزمة؟ يعني أتصور يعني نواب محافظة كركوك عن المكون العربي لديهم جهود مشكورة، هم في اتصالات مع مجلس المفوضين، وأيضا نحن كقوة سياسية مشاركين في العملية السياسية بصورة رسمية، لدينا خطابات مخاطبات مع مجلس المفوضين، ونحاول أن نوضح الأمور ونحاول أن نصل إلى النقاط طبعا اللي هي ليست من باب التدخل في خصوصية هذه الهيئة المستقلة التي نكل لها كل الاحترام، خاصة بعد أن القائمين عليها أصبحوا من السادة القضاة، فلذلك نحن نحاول أن نوصل صوتنا إلى كافة الجهات المسؤولة عن الأمر، سواء كان مجلس المفوضين المتكون من القضاة أو حتى مجلس النواب الذين خاطبناه للتدخل واستخدام صلاحياته الرقابية في الإشراف على مجلس المفوضين. كنت معنا المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. في ظل الإجراءات المتخذة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمتضمنة تخفيض الصادرات لحماية أسعار النفط من الانهيار، بات العراق من الدول المتضررة بشكل مباشر نظرا لارتباط الاقتصاد بالنفط بشكل رئيس أو ما يعرف بالاقتصاد الريع. تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من انخفاض لأسعار النفط وما تبعه من اتفاق أوبك المعني بخفض سقف الإنتاج للبلدان المتحالفة والمنضوية داخل هذه المنظمة، تخفيض سيكون على مراحل لتقليل العرض الموجود في الأسواق النفطية وللمحافظة على عدم تراجع أسعار النفط لتبقى مسألة تطبيقه، ووفق خبراء اقتصاديون مرتبط بالسياسة الاقتصادية الدولية وحجم الطلب وآثار كورونا. بداية عام 2020 10 مليون برميل، ثم بعد ذلك في 2021 يوصل إلى 8 مليون برميل، ويستمر لحد الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 6 مليون برميل. طبعا هذا الهدف الأساسي من عنده هو تقليل العرض الموجود في السوق النفطية للمحافظة على عدم تراجع أسعار النفط لما بنسبة أكبر ما متراجعت هي حاليا. خبراء بالشأن الاقتصادي تحدثوا عن أن هذه الأزمات تنقسم وفق النظريات الاقتصادية إلى ثلاثة: قصيرة الأمد وحلولها ميسرة، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 10 سنوات تحتاج إلى رسم سياسات استراتيجية، وطويلة الأمد وهذه تضرب الاقتصاد العالمي كل 75 عاما لتعرف بالكساد الاقتصادي الكبير. ملامحها كانت عام 2008 لتجعل من الاقتصاد يعيش مرحلة شد وجذ. أما المعالجات السريعة فإنها تحتاج إلى تنشيط قطاعات أخرى في البلاد. إحنا في هذه الأزمة أنا أعتقد أنه واحدة من الأزمات الطويلة اللي تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى يتجاوزها الاقتصاد العالمي. بدأت ملامح هذه الأزمة منذ عام 2008 من أزمة الرهن العقاري، لحد هذه اللحظة لم يتعافى الاقتصاد العالمي منها، والاقتصاد العراقي هو جزء من الاقتصاد العالمي. لذلك أنا أعتقد أنه سيبقى الاقتصاد بين شد وجذب، حتى وإن كانت هناك إجراءات، لكن أنا أعتقد أنه كل إجراءات العالمية هي إجراءات ترقيعية، لأنه الكل تشير، كل الدلائل تشير إلى أنه بدءا من عام 2020 سيدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد الكبير. وتعمل منظمة أوبك بالحفاظ على استقرار أسعار النفط عبر التحكم بالسقوف الإنتاجية للبلدان المتحالفة والمنضوية في إطار هذه المنظمة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري. أهلا ومرحبا بك في الاستوديو أستاذ حمزة. بداية، هل تجد أن بإمكان العراق أن يفاوض أوبك على رفع صادراته من النفط في المستقبل؟ أعتقد ممكن، لأنه العراق حقيقة معروف أنه هو مظلوم أكثر من مرة. الأولى هو أنه يعني الكميات النفط الآن اللي محسوبة كحصة للعراق واللي هي طالع التخفيض أضيفت إلها كميات اللي تصدر من الإقليم، والحكومة الاتحادية هي ما تستلم شيء من هاي الكميات، وبالتالي يعني تقريبا زادت النسبة بشكل كبير، يعني من 23%
وصلت إلى 28%، وهذه نسبة كبيرة بالنسبة للعراق. طيب. النقطة الثانية هو أنه الدولة الوحيدة في دول الأوبك اللي تقريبا الموازنة مالتها تعتمد على حوالي 95% من عائدات النفط. هذا يعني المفروض أنه يعني يؤخذ بنظر الاعتبار، يعني الدول الأخرى كلها في أسوأ الأحوال، يعني أكو دول يعني توصل إلى 20 أو 25%، الباقي كلها يعني اعتمادها ضئيل على النفط. وبالتالي أنه العراق يعني من حقه أنه هو يطالب باستثناء معين. ثم أنه أمريكا يعني هي تقدر تساعد، دول الخليج أيضا تقدر تساعد بهذا الأمر، لأنه هي أصلا سوت تخفيضات تطوعية من عندها بحدود الملك نعم، فممكن أن تعتبر هاي التخفيضات هي يعني خلينا نقول مقابل حصة العراق، لأنه العراق الآن بأمس الحاجة المن إلى الأموال، يعني هو ما باستطاعته الآن أنه يدفع رواتب الموظفين، وبالتالي يعني يجب أن على المنظمة، المنظمة هي فقط مو فقط أنه هي تحمي عفوا مصالح المستهلك أو تحافظ على، وإنما تحمي مصالح الأعضاء اللي بيها. طيب اليوم العراق هو يعني الأكثر تضررا ربما، هو أكيد. الأكثر دائما ما هو من يبادر بتخفيض أو الخفض وذلك. أنت ذكرت بأنه 1 مليون برميل يوميا اليوم العراق يصدر، لماذا باقي الدول المصدرة لا يعني تأخذ منح العراق في هذا الأمر؟ لماذا فقط العراق هو الذي يكون توزيعه أكثر؟ هو لأنه قلت لك أنه قلت لك لأنه حصة كردستان أضيفت، أن مع أنه إحنا ما نستلم من عندها شيء، يعني الحكومة الاتحادية ما تستلم شيء من كميات النفط اللي تصدر عبر جيهان التركي واللي هي 650 ألف برميل باليوم، يعني هاي الكميات كبيرة جدا، يعني إحنا كم مرة إذا المظلومين، يعني أكثر من مرة. وبالتالي أنه يعني المفروض يصير تحرك. طيب هذا الخلل وين هذا الموضوع؟ الخلل هو هو هو, هو بنيوي عندنا بال 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 يعني خلينا نقول بالسياسه العراقيه. اذا مو بالمفاوض يعني بالسياسه المفاوض ايضا يعني. طيب. هو شوف المفاوض هذا المفاوض منين يجيب القوه مالته؟ غير يجيبها من قوه الدوله، اذا هي الدوله هشه ضعيفه وبالتالي انه هو صعب جدا عليه انه يفاوض، انه ياخذ موقف صلب. يعني احيانا التفاوض يحتاج لك انه تفاوض جانبي، يعني مع الدول الخليجية، مع أمريكا، مع يعني مع جهات أخرى ممكن أن تدعم الموقف مالتك. على الأقل أنه أنت تقدر داخليا يعني أنت تحمي نفسك. إحنا داخليا ما قادرين نحمي نفسنا، يعني ما قادر الحكومة الاتحادية أن تسترجع 650 ألف برميل اللي صدرها الإقليم. يعني شلون تحمي نفسها من البقية يعني؟ فهذا هو الواقع الحقيقي. يعني اليوم ما هي عفوا بهاء يعني ما هي إمكانية الخروج اليوم من مظلة أوبك؟ يعني البعض يتحدث عن هذه الإمكانية. مو مو من مصلحتنا أنه نخرج من أوبك، لأنه إحنا شفنا من صارت عشوائية وكل من بكيفه صار إغراق للسوق، وبالتالي نزلت الأسعار للصفر. يعني هذا مو من مصلحتنا. مصلحتنا أنه أوبك قوية، ومن مصلحتنا أنه إحنا نبقى بيها، لكنه مو إلى الحد اللي أنه إحنا ما نقدر ندافع عن حقوقنا. إحنا عندنا حقوق، إحنا أيضا عندنا موقف واضح، وعندنا مظلومية، يعني المفروض أنه تنظر تؤخذ نظر الاعتبار. طيب كنت معنا الخبير النفطي الأستاذ حمزة الحلفي، شكرا جزيلا لذي ما بك إلينا. شكرا جزيلا إلى العناوين. وزارة الصحة تسجل 322 إصابة بكورونا وتعلن شفاء 67 حالة في العراق.
الملاكات الصحية جهود مضاعفة لمواجهة كورونا، وباحث عراقي يطور 3 لقاحات تجريبية ضد الفيروس. We'll be right back.